المغاربه مرحبا بكم في طنجه. هذه الهضره الاولانيه كنرحبوا بجماهير المغربيه كامله في طنجه، وحنا يا مورا المنتخب ديالنا ان شاء الله بحول الله. واليوم خصنا شي 3-0 ان شاء الله بحول الله غالبين، سواء كان ميسي ولا ما كانش، حنا ما كنعوقو حتى شي واحد، كنعرفوا غير المنتخب الوطني وبيبا بيبا المغرب، وغنجيبوها ان شاء الله وما كنعوقو حتى شي واحد. بيبا المغرب. جيت من مدينة تطوان نشجع المنتخب المغربي، جيت انا والاب ديالي والصديق ديالو، جينا نمشي نشجعوا المنتخب المغربي ضد المنتخب الارجنتيني. حنا كنعرفوا المنتخب المغربي يلا لعب مقابلة قوية ضد منتخب مالاوي يوم الجمعة. ميسي حنا ما كيهمناش ميسي، حنا كنعرفوا غير المنتخب، حتى ميسي ميسي حنا المنتخب ديالنا كنفهموا غير المنتخب وديما المغرب. وكنشكر الجماهير المغربيه اللي حضرت لنا هنا الملاليه. اذا غتكون مقابله ناريه ان شاء الله، شنتوقعوا تكون ناريه، وان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني ان شاء الله. و سميتو لوبينو ديالي زعما على حساب ميسي ما يلعبش، بالنسبه ليا ميسي غير زايد، وان شاء الله بوفال غادي يدير لنا سبيكتاكل ان شاء الله. وديما مغرب. حنا جينا من مدينه قنيطره نشجعوا المنتخب الوطني، وجيت مع العائله ديالي والاصدقاء ديالنا، وكنتمنوا ربحوا المنتخب الارجنتيني وديما مغرب. وكنتمنى زياش وبوفال وكاع جميع اللاعبين يماركيو اليوم، ولا كان ميسي ما كيرضاش يتصور مع اللعابه راه داز بروفيسيونيل حسن منه هو مارادونا. لكن سمعنا بان من الاخبار قال سمع ما كاينش ما حضرش ليونيل ميسي، بالحق ما كاينش شي تاثير. الحمد لله كاين الملاعبيه ديالنا نتفرجوا فيهم، وان شاء الله كن النتيجه عاد تكون صالح المنتخب الوطني المغربي وديما مغرب. Malheureusement, il n'a pas Messi. Malheureusement, il n'a pas Messi.